بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس 14. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشقق من خيله إلى السماء، ثم قال: هذا عوام يختلط فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن قيام الدين وقيام الحياة وقيام العمل الصالح إنما هو بالعلم النافع. فالعلم النافع والعمل الصالح قرينان، إذا ذهب أحدهما لم ينفع الآخر، فإذا ذهب العلم لم ينفع العمل، لأنه يكون على جهل وعلى غير هدى، ويكون بدعا ومحدثات وضلالا. وإذا ذهب العمل وبقي العلم أيضا يكون لا فائدة في العلم، لأن ثمرة العلم العمل. والله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالأمرين مقترنين، لا يغني أحدهما عن الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر عن المستقبل، وهذا مما أطلعه الله عليه ليخبر به الناس، وإلا الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الله يطلع رسله على أشياء من الغيب لأجل تنبيه الناس ولأجل الدلالة على صدق رسالتهم، فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر أن العلم سيقبض في آخر الزمان كما يأتي في الحديث. كيف يقبض العلم؟ هل معناه أن العلم نفسه يرفع لا، الكتاب يبقى والقرآن يبقى والسنة تبقى والكتب تبقى بين الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، يقبض العلم بموت العلماء، أن العلم لا بد له من حملة يبينونه للناس وينقلونه للناس ويوضحونه للناس. فإذا قبض العلماء الذين يبينون للناس ويعلمونهم ويفقهونهم فحينئذ يقبض العلم قبض أهله. فهذا خبر معناه التحذير للناس
من أن يتساهلوا في طلب العلم والحرص عليه لأجل أن يبقى ببقاء العلماء ويستمر ببقائهم، ما إذا أعرضوا عنه وتساهلوا فيه فإنه حينئذ يقف. نعم. وعن جابر النبي رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: لا تعجل عن ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف له العلم ونحن نقرا القران ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيامه؟ قال: سكنت عمرك ناديا إن كنت أراك من أفهم رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه. نعم، هذا الحديث يبين أيضا كيف يقبض العلم. يقبض العلم أولا بقبض العلماء، ثانيا يقبض العلم بترك العمل. إذا ترك الناس العمل قبض العلم، لأن العلم إنما يزكو ويزيد ويبارك فيه مع العمل به. أما مجرد أن الإنسان يتعلم ويحفظ ولكنه لا يعمل فهذا لا يفيده العلم شيئا ولا يكون للعلم وجود بدون العمل، كما ذكرنا أنهما قرينان، إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. فإذا ذهب العمل بالعلم ذهب العلم، وهذا ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم لزياد في هذا الحديث. فإن زيادا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا نقرأ القرآن ونقرئه لأبنائنا ويقرئه أبناؤنا لأبنائهم؟ ظن رضي الله عنه أن قراءة القرآن وتدارسه وحفظ القرآن أن هذا يبقي العلم، هذا لا يبقي العلم إذا لم يكن هناك عمل. تذهب بركة العلم، يذهب نور العلم ويذهب نمو العلم وزيادته بذهاب العمل. ثم ضرب مثلا، صلى الله عليه وسلم مثلا لبني إسرائيل. بنو إسرائيل عندهم علم، عندهم التوراة يتعلمونها ويعلمونها، عندهم الإنجيل يقرؤونه لكنهم لا يعملون بهما، لا يعملون بالتوراة ولا بالإنجيل، فرحل عنهم العلم. العلم ليس مجرد علم الذاكرة وعلم الحفظ، وإنما العلم بالعمل، والعلم إنما نزل من أجل العمل. العلم وسيلة والعمل غاية، هو المطلوب. فإذا ذهبت الغاية لم تنفع الوسيلة. وقوله ثكلتك أمك، في الأصل أن الثكل الفقد، الأصل أن هذا دعاء عليه بالموت. ثكلتك يعني فقدتك بالموت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد هذا المعنى، وإنما هذا لفظ صار يجري على اللسان من غير قصد لمعناه. ك
كما قال لمعاذ أكلتك أمك يا معاذ. الرسول لم يدعو على معاذ وإنما قال كلمة تجري على الألسنة. نعم. فإذا يتبين لنا أن العلم يفقد بأحد أمرين أو بالأمرين جميعا. الأول فقد العلماء الذين يبينونه للناس ويوضحونه ويفسرونه، ويبقى جهال لا يعرفون معاني العلم ويتكلمون بجهل لا فائدة له، أو لا يقر كما جاء في الحديث، كما جاء في قول ابن مسعود كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم. هؤلاء يصبحون مجرد قراء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فقد العمل، فقد العمل بالعلم، فلا يبقى للعلم فائدة حينئذ، وإنما يكون للتباهي به والرياء والسمعة بدون عمل. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقرأ، فقوله ذاك عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وتتبعون أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد أبدوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي بنحوه. نعم، هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قل عليكم بالعلم قبل أن يقضى، أي تعلموا من العلماء ما داموا موجودين بينكم، تحملوا أو احملوا العلم عنهم، لأن العلم إنما يؤخذ عن العلماء وعن حملته، لا يؤخذ العلم من الصحف والكتب أو من الجهال والمتعالمين، إنما يؤخذ العلم عن أهله الحاملين له. العلم جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم متواردا يتناقله أهل العلم جيلا بعد جيل. فعليكم بطلب العلم من أهله قبل أن تفقدوه، فلا تجدون من يعلمه. ثم إنه حتى على الاقتداء بالأقدمين، عليكم بالعتيق يعني بالقديم، لأن كل ما ارتفع في الزمان وقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ومن تابعين، فإنه يكون أقرب إلى الصحة وإلى وعدم الدخيل. فعلم السلف لا شك أنه هو العلم الصافي، أما علم الخلف دخله ما دخل، منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح وضلال وكثير. بعد القرون المفضلة دخلت الأمور في المسلمين وانتشرت الفرق وأهل الأهواء، أما في وقت القرون المفضلة كان العلم صافيا لا دخيل فيه، وكانوا حراسا أمناء عليه، فكل ما تقادمت من القول فهو أقرب إلى الصواب. فعليك بعلم السلف، هذا معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه. عليك بعلم السلف، أولا حثك على طلب العلم من أهله، وثانيا حثك على
أخذ العلم القديم، لأنه أقرب إلى الصواب وأقرب إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلف فقد دخل كثير من الأمور التي شابت العلم. وللإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة جيدة لبيان فضل علم السلف على علم الخلف، جيدة في هذا الموضوع، لأن فيه من أهل الضلال من يفضل علم الخلف على علم السلف، يقول أن الخلف أدرى وأكثر فهما وأغزر علما من السلف، والسلف عندهم مجرد عباد ومجرد يقولون شغلهم الجهاد ما تفرغوا للعلم، ويقولون يزهدون في علم السلف، والسلف ما كانوا يستعملون العقل، والخلف يستعملون العقل ويفكرون، فيقولون من هذه الشبهات. فهو رحمه الله في هذه الرسالة أجاد وأفاد وبين فضل علم السلف على علم الخلف. في من يقول إن علم الخلف إن الخلف أعلم وأحكم والسلف أسلم فقط، السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، وقد كذبوا في هذا، فإن السلامة لا تكون إلا مع العلم والحكمة. كيف يكون أسلم وليس عندهم علم ولا حكم؟ هذا تناقض. ثم إنه رضي الله عنه نهى عن التعمق، كثرة التشقيقات، كثرة الكلام. العلم ليس بكثرة الكلام، العلم بالتأصيل. ولذلك كان كلام السلف أقل وأكثر علما، أقل لفظا وأكثر معنى. هذا مما ذكره الحافظ ابن رجب، أن السلف كانوا أقل كلاما ولكنهم كانوا أكثر علما وفائدة، والخلف على العكس أكثر كلاما وأقل فائدة. هذا معنى قول ابن مسعود، ترك التشقيقات والجدليات والافتراضات والإقبال على تفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الاعتماد على فهم السلف الصالح، الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة الذين اتبعوهم. نعم. بقي في كلام ابن مسعود رضي الله عنه مسألة مهمة، وهو أنه يقول لطلبة العلم حصل العلم من أصوله، لأنكم ستحتاجون إليه وسيحتاج إليكم الناس، فيكون عندكم أهلية، يكون عندكم أهلية لما يعرض، لحل ما يعرض من المشكلات. الإنسان اللي ما عنده أهلية إذا جاءت المشكلة والمعضلة تحير، وإن كان من قبل يدعي العلم ويدعي المعرفة، لكن إذا جاءت الملمات الصعبة لم يثبت إلا أهل العلم الصحيح، والمتعالمون وأهل الادعاء يذهبون ولا يستطيعون أن يخرجوا من هذه المشكلة. العلم ليس بالدعوة، إنما العلم حقيقة. فهو يقول استعدوا، يعني سيعرض لكم مشكلات، يعرض لكم أحوال، فعليكم بالاستعداد حتى إذا حصل
مشكلة يكون عندكم استعداد لحلها، إما مشكلة عامة وإما مشكلة فردية. قد يبتلى بعض الأفراد بمشكلة، من يحل مشكلة إلا أهل العلم؟ مشكلة طلاق، مشكلة ميراث، مشكلة من المشاكل، مشكلة عبادة، لا يحلها إلا أهل العلم والبصيرة. هذه مشكلة فردية أو مشكلة جماعية تهم المجتمع المسلمين. وكثيرا ما تحصل مثل هذه الأمور، يحصل مشكلات عامة للمجتمع، من يحلها إلا أهل العلم البصيرة معرفة. عليكم بالتأهل لهذه الأمور حتى إذا حلت يكون عندكم استعداد لحلها والخروج منها. نعم، في الصحيح. واضح هذا الحديث في الصحيحين. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يقبض العلم. ليس معنى قبض العلم ان الله يرفع العلم ولا يبقى في الارض علم، لا، العلم باقي، كتاب والسنه والاحاديث وكلام اهل العلم موجود في الكتب، لكن يقبض العلم بموت العلماء. وهذا احد الامرين اللذين ذكرنا سابقا، ان الله يقبض العلم بقبض اهله وحملته الذين يبينونه للناس. فإذا ذهب هؤلاء حل محلهم أناس متعالمون جهال يدعون العلم، تعرض عليهم المشكلات والمسائل فيفتون بغير علم، ما عندهم علم ولا استعداد. وهذا ما سبق في كلام ابن مسعود أنه يستعد للمستقبل. فإذا جاءت المشكلات وليس هناك علماء، وين يروحون الناس؟ يروحون للقراء، يروحون للقراء والمتعالمين فيفتون بغير علم، فيضلون لأنهم أفتوا بغير علم ويضلون غيرهم، يحصل منهم جريمة في أنفسهم وفي غيرهم. إذن لا يتجوز الفتوى بغير علم، لا يجوز التخرص، لا يجوز الاعتماد على الظن، لا بد من العلم. الله جل وعلا أنزل الكتاب والسنة، ولكن أين الذين يتفقهون بالكتاب والسنة بالمعنى الصحيح؟ قلة من الناس، ويفقدون في آخر الزمان، ولا يبقى إلا القراء والرؤوس الجهال يشوفون منصبه ووظيفته يظنون أن عنده علم، يشوفونه قاضي مثلا، يعني المعروف أنه ما يجعل قاضي إلا وهو متأهل، يسألونه يفتيهم بخطأ أن ما عنده علم ولا تأهل، يشوفونه إمام مسجد أو خطيب منبر يجون يسألون ويفتيهم بغير علم، رؤوس جهال، رؤوس هم يذهبون لأي أحد، يقول للرؤوس اللي هم ظنت العلم لمناصبهم، لكنهم لم يستعدوا. ولهذا جاء في الحديث تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تتولوا المناصب والمراكز تعلموا قبل، أو قبل أن تسودوا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان ياتي على اهل تمام لا وعن وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان ياتي على اهل تمام لا يقع من الاسلام الا اسمه ولا يقع من القران الا اسمه نعم هذا يرويه علي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوشك على أن يأتي يوشك يعني يقرب من يسمونها فعال الشروع ويوشك معناه يقرب وقوع الشيء يوشك أن يكون كذا يعني يقرب أن يقع كذا وكذا يوشك نعم لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه والله واقع هذا لم يبقى من الإسلام إلا اسمه اللي ينتسبون للإسلام كثير الآن بالمليار أو أكثر لكن الإسلام الصحيح غريب كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ اللي يدعون الإسلام اليوم كثير ولكن ما عندهم من الإسلام معرفة ولا بصيرة إلا مجرد الانتساب كثير منهم يعبدون غير الله كثير منهم يعبدون غير الله يدعون الأولياء والصالحين ويبنون المشاهد على القبور أوثانا تعبد من دون الله ويقولون هذا هو الإسلام وهو الشرك الذي عليه أبو جهل وأبو لهب يقولون هذا هو الإسلام واللي ينكر يقولون هذا خارجي وهذا ما يفهم الإسلام وهذا يتنقص الصالحين سبحان الله ومنهم من يعبد الله بالبدع والمحدثات ويترك السنن موالد وحفلات تأبين وما أدري كيف يقيمون مناسبات يسمونها دينية مناسبات دينية ويقولون اللي ما يقيم هذه المناسبات هذا يبغض الإسلام وهي بدع محدثات ما أنزل الله بها من سلطان كثير منهم يأكلون الربا يتعاملون بالقمار والميسر ولا يبالون بالحلال والحرام وإنما يجارون العالم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وهم يدعون الإسلام ويقولون هذا هو الاقتصاد العالمي يتحجرون الناس الاقتصاد العالمي صار الشرع هو الاقتصاد العالمي لا ينظر إلى التحريم تحريم الربا تحريم الرشوة تحريم القمار تحريم الغش البيع والشراء ما ينظر إلى هذا وهم يقولون إنهم مسلمون يتعاملون بغير معاملة الإسلام فمنهم من هو ليس على الإسلام أصلا مشرك خارج عن الدين بشركه ومنهم من هو مسلم لكنه ضعيف الإيمان ضعيف الإسلام عنده إسلام ضعيف عنده إيمان ضعيف وعمله غير صحيح عمله بالبدع والمحدثات هو غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأدهى من ذلك بعد الشرك أن من الناس من لا يصلي هو مسلم لكن ما يصلي يقول الدين ما هو الصلاة ما يصلي أبدا ولا يرى في المسجد
أو يصلي بعض الأوقات يترك البعض، أو صار مع ناس يصلون صلى وصار مع ناس ما يصلون ما لم يصل. إسلام بدون صلاة، وين الإسلام؟ ترك الصلاة كفر مخرج من الملة. فكثير من الناس لو إنك دققت النظر في العالم الإسلامي إلا من رحم الله وجدتهم من هذه الأصناف، لم يبقى إذن من الإسلام إلا اسمه، يقولون نحن مسلمون، لكن مسلمون بالاسم لا بالحقيقة، ولا لم يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. القرآن موجود في المصاحف محفوظ، ما غير من شيء كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فرسمه موجود، ولكن معرفته والعمل به ما في مفقود إلا من رحم الله. ليس القرآن المراد من القرآن حفظه أو تلاوته أو تجويده، أو مقصود من القرآن تدبره والعمل بما فيه. فإذا ذهب التدبر ذهب العمل بالقرآن، لم يبقى إلا المصاحف فقط، المصاحف موجودة أو محفوظ في الصدور، لكن ماذا يجري؟ مثل الإنسان اللي معه سلاح لكن ما يحسن يستعمله، إذا عدى عليه السبع أو عدى عليه العدو وهو معه سلاح لكن ما يحسن استعماله، يفيد هذا السلاح شيئا؟ ما يفيد شيء، لأنه ما يحسن استعماله ولا يعرفه. أو السلاح مسند عنده بالبيت، عنده أفتك الأسلحة في البيت لكن ما يحسن استعماله، يدخل عليه اللصوص ويأخذون ما عنده، أو يفتكون بعرضه وحريمه وهو ما يستطيع أنه يقاومه، سلاح عنده لكن ما يستطيع. هذا مثل وجود القرآن عند ناس ما يعملون بالقرآن ولا يفقهون معاني القرآن، إنما مجرد تلاوة، تحسين أصوات في القرآن، ترنم في القرآن بدون عمل وبدون فهم وفقه في معانيه. لم يبقى إذا من القرآن إلا رسمه في المصاحف. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، هذه من صفاته، يبنون المساجد يشيدونه ويزخرفونه ويتباهون فيها، لكن هي خراب من الهدى، ليس فيها ذكر لله، ليس فيها تدريس للعلم، بل ليس فيها صلاة. بعض المساجد يغلق ما يصلى فيه، يصلي وقت ما يصلى الفجر، ما يصلي إلا قليل، أو يغلق المسجد، هذا واقع وموجود الآن. فالمساجد خربت من الهدى لكنها عامرة في البنيان والمسلح، لكن من الهدى أكثرها خراب، خراب من الهدى. الله جل وعلا يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه عمارة المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، شوف يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه المساجد العامرة، حتى ولو كان عمارها من أدنى شيء، لو كانت من العشش، إذا كان عامرها من الهدى والنور هي معمورة. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان قائما على جذوع النخل وعلى الجريد، وكان المطر إذا نزل المطر ينزل إلى داخل المسجد، ويسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على الطين، يسجد على الطين، ليس فيه كهرب وليس فيه مصابيح وليس عليه أبواب، حتى تدخل الكلاب ما عليه أبواب، وكان هو منارة الدنيا، هذا المسجد هو منارة الدنيا،
وهو الذي شع منه النور العالم، وهو الذي خرج منه الأبطال المجاهدون في سبيل الله، وخرج منه العلماء الأحبار. هالمسجد هذا وهو عماره مثل ما سمعت جريد وأعمدته من جذوع النخل وجدرانه من الحجارة المصفوفة، هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا العبرة ما هي بالبنيان وضخامة البنيان، العبرة بما يحصل في هذا المسجد من العبادة والتعليم والنور، هي العبرة. نعم. نعم، علماءهم هذا المشكل، علماءهم شر من تحت أديم السماء، لأنهم لا يقولون كلمة الحق ويتابعون هوى الناس، يفتونهم بما يصلح لهم ولا يزعلون الناس ولا يزعلون المسؤولين، يفتون الناس بما يصلح لهم ويتلمسون لهم الرخص ويقولون وسعوا للناس، لا ضيقون عليهم لا تحجرون، ما يفتونهم بالحق ويفتونهم بالعلم الصحيح، فهم شر من تحت أديم السماء. وإن كانوا علماء، الله شبه مثل هؤلاء بالحميد والكلاب، قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، قال تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، كمثل الكلب، عالم مثله كمثل الكلب، عالم مثله كمثل الحمار اللي يحمل الكتب ولا يستفيد منه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء هم شر من تحت أديم السماء، منهم ظهرت الفتنة وفيهم تعود، يفتنون الناس يصرفون الناس عن دينهم، يفتونهم بأن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله هذا هو الدين وهذا هو الإسلام وهذا الذي عليه المسلمون، وينسون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هؤلاء علماء الضلال يقولون لا هذا هو الإسلام، واللي ما يعمل هذا ليس بمسلم، هذا خارجي يسمونه من الخوارج، هذا علماء الضلال، وهؤلاء هم أشد خطر على المسلمين لأن الناس يقتدون بهم ويصدرون عنهم. وفعلا سمعنا من يقول لو كان دعاء الحسن دعاء الحسين والبدوي لو كان شركا ما سكت العلماء الذين حوله ولم ينهوا عنهم، فصاروا هؤلاء المساكين بذمة هؤلاء العلماء الضالين. نعم. وقال رحمه الله تعالى تشديد يعني التحليل من طلب العلم، ما هو من أجل العمل وإنما من أجل المراء والجدال والظهور، هذه مصيبة بعد. نعم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم يجتهد به العلماء او بما يليق السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار رواه الترمذي. نعم، من ساءت نيته في طلب العلم صار من اهل النار، وذلك أن يتعلم العلم من أجل أن يجاري العلماء، يصير مع العلماء صفه ويعد من العلماء، هذا قصده، أو ليماري السفهاء يجادل به السفهاء
ويترفع عليهم، أو لأجل يصرف وجوه الناس إليه ليعظموه ويقدروه ويجلوه، يقولون هذا هو عالم. إذا كان هذا هو قصد طالب العلم فإنه من أهل النار، لأن العلم لم ينزل لذلك، إنما نزل للعمل الصالح والإخلاص لوجه الله والتواضع ونفع الناس، هذا الذي نزل من أجله العلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما ظل قوم بعد قتلناه عليه إلا قوم جلد ثم قوله تعالى: ما ظلوا لك إلا جلد بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. نعم، هذا فيه أن الناس إذا تركوا العمل بالعلم، تركوا العمل بالسنة، فإنهم يبتلون بالضد، يبتلون بالضد، بدل العلم النافع يبتلون بالجدل، المخاصمات بينهم والجدال بينهم والانشغال بالجدل بدون عمل وبدون شيء، عقوبة لهم. وإذا تركوا السنة ابتلوا بالبدعة، ابتلوا بالبدع والمحدثات، عقوبة لهم. فالواجب على المسلمين عموما والعلماء وطلبة العلم خصوصا، الواجب عليهم العلم، العمل بالعلم والإخلاص لله عز وجل، والحذر من البدع والمحدثات، وإلا فإن الله سيعاقبهم، يعوضهم عن العلم الجدل الذي لا فائدة فيه إلا المغالطات والمهاترات ومحبة الغلبة والظهور على الخصم، هذه عقوبة. وإذا تركوا السنة ابتلوا بإحياء البدع والمحدثات كما هو واقع، كما هو واقع مشاهد. نعم. أعد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: ما ظل قوم بعد قتلناه عليه إلا قوم جلد ثم جلى قوله تعالى: ما ظلمونك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لما أنزل الله قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها كل فيها خالدون. قال المشركون: نحن نعبد الملائكة ونعبد عيسى ابن مريم، فإذا كان هؤلاء سيدخلون النار معنا، إذا كان عيسى ابن مريم والملائكة يدخلون النار معنا فنحن معذورون، أو ما هو بهذا المعنى. فأنزل الله قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، هم يعرفون أن هذا باطل، وإنما قصدهم الجدال ودفع الحق فقط. ولما ضرب ابن مريم مثلا، لما قالوا إن ابن مريم يعبد من دون الله يكون من حصب جهنم، ها قالها المشركون لما سمعوا هذه الآية، قالوا ابن مريم يعبد من دون الله هل يكون من حصب جهنم؟ هم يعرفون أن عيسى عليه السلام أنه رسول الله، وأنه ينهى عن عبادته ولم يرضى بذلك، ينهى عن الشرك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله ربي وربكم. فهم يعرفون أن عيسى عليه السلام رسول الله، وأنه لم يأمر بأن يعبدوه من دون الله، ولم يأمر بالشرك، وإنما أمر بالتوحيد، لكن يريدون الجدل فقط. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أصحاب خصومة، يريدون التغلب بالباطل
فهذا دليل على أن من ترك الحق يبتلى بالجدل. هؤلاء لما تركوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من إخلاص التوحيد، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قال بعدها: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن أولى هؤلاء عيسى بن مريم عليه السلام، سبقت له الحسنى لأنه رسول الله. الله رد عليهم نفس الآيات، لكن يأخذون اللي يظنون أنه حجة لهم ويتركون اللي هو حجة عليهم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحفظ الرجال إلى الله من علق الألد الفطم متفق عليه. نعم، هذا فيه النهي عن اللدغ والخصومة والمخاصمة بالباطل، وأن الإنسان يريد الحق، يريد الحق، ما يريد أنه يتغلب في الحجة ولو كانت باطلة. المؤمن لا يريد هذا، هذا ما يريده إلا أهل الضلال، اللي إذا بيّنت لهم الأدلة صاروا يتمحلون ويجيبون أشياء وافتراضات من أجل أن يتغلبوا ويبرروا ما هم عليه من الضلال ويسطروا ما هم عليه من الباطل. الرسول الله جل وعلا يقبض الألد الخصم لأنه ليس قصده الحق، ليس قصده الحق، وإنما يريد الظهور بالحجة والخصومة ولو بالباطل، هذا يبغضه الله عز وجل. نعم. وعن أبي وائل عبد الله رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليبالي به العلماء أو ليبالي به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء رواه الدارمي. هذه الثلاث مرات: يباهي به العلماء ويماري به السفهاء يصرف وجوه الناس إليه، هذه مرة. الرابعة: ليأخذ به من الأمراء، هذه مصيبة، يعني من أجل يتوظف، يطلب العلم الشرعي من أجل يتوظف، يطلب به الدنيا، أو من أجل أن الأمراء يقدرونه ويعطونه المال لأنه عالم من العلماء. فإذا كان هذا هو قصد الإنسان فهو في النار، لأن العلم عبادة، تعلم العلم عبادة، والعبادة يطلب بها ثواب الآخر، ما يطلب بها طمع الدنيا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقوم سمعهم يتناهون بالدين: فما علمتم ان لله عبادا اسكنتهم خشيه الله من غير صرف ولا مكان، وانهم لهم العلماء والفصحاء والخلقاء والنبلاء، العلماء بايام الله، غير انهم اذا تنكروا عظمه الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استباحوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزانية، يردون أنفسهم مع المفرقين، وإنهم لأكياس الأغنياء ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار الله، ألا إنهم لا يستكبرون يوم الكريم، ولا يخطون لهم في قليل، ولا يذلون عليهم بأعمالهم، أينما لقيتهم مهتمون مشفقون وجدون قريبون، رواه أبو نعيم. نعم، هذا كلام عظيم من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يصف فيه العلماء الذين هم من خشية ربهم مشفقون، لأن العلم قسمان:
علم على اللسان فقط هذا يكون مع المنافق، ويكون مع من يريد الدنيا أو من يريد الجدال والخصومة، وهذا لا ينفع، هذا علم لا ينفع بل يضر. العلم اللي على اللسان هذا لا ينفع بل يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى على أمتي منافقا عليم اللسان. أما العلم النافع فهو علم القلب، علم الخشية من الله عز وجل، الذي قال الله فيه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا أعطي الإنسان علم اللسان وعلم القلب والخشية هذا هو العالم. أما إذا أعطي علم اللسان ولم يعطى علم الخشية فهذا خاسر، يكون من الصنف الهالك ولا ينفعه علمه، إنما يكون حجة عليه يوم القيامة. ثم إنه ذكر من صفاتهم أيضا أنهم لا يستكثرون أعمالهم، وإنما يستقلون أعمالهم ولو كانت كثيرة، لأن حق الله أعظم. فأنت لو نظرت إلى حق الله عليك ونظرت إلى عملك ماذا تجد عملك؟ لو تذكرت نعم الله عليك وأن كل نعمة تحتاج إلى شكر، ونظرت في عملك هل يقابل هذه النعم؟ تخجل، والله تخجل. فهم وإن عملوا وإن صلوا الليل وصاموا النهار وجاهدوا في سبيل الله وتصدقوا يعتبرون هذا قليلا، لأنه في جانب حق الله قليل، ما أعطوا حق الله الكامل، وإنما أدوا شيئا قليلا. فهم لا يستكثرون شيئا فعلوه لله عز وجل، ولا يفتخرون به على الناس، لا يفتخرون على الناس بأنهم علماء، بأنهم أتقياء، بل يعتبرون أنفسهم من أقل الناس، من أقل الناس عملا وأدناهم منزلة، لا يترفعون على الناس، تواضعون لله عز وجل. هذه صفة العلماء الصادقين. نعم، جاء قال الله جل وعلا: والذين يؤتون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت هذه الآيات: يا رسول الله، أهؤلاء هم الذين يزنون ويسرقون ويخافون أن يعاقبوا بذنوبهم؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم، يخافون أن ترد عليهم أعمالهم. نعم. قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون: هؤلاء قوم منهم العبادة، وقفت عليهم القول وقلنا اقرأهم فتكلموا. نعم، هؤلاء قوم نعم ملوا العبادة، اشتغلوا بالجدل والمناقشة وتركوا العبادة، لأن لما تركوا العبادة انصرفوا إلى الجدل، لو اشتغلوا بالعبادة ما انصرفوا إلى الجدال والمناقشات والمغالطات. نعم، هؤلاء خف عليهم الخوف، خوف الله عز وجل، القول نعم خف عليهم القول وهو الجدل والخصومات، يعني يتجادلون، يمكن كل النهار يتجادلون، ولا منهم يعني ضاق الوقت قالوا نجتمع مرة ثانية، ولا يملون من الجدال، لكن العبادة يملون منها، يملون منها. نعم، قل ورعهم وتكلموا. سبب أنهم اشتغلوا بالجدل والكلام أنهم ما عندهم ورع، ولو كان عندهم ورع
لعلموا أن الله جل وعلا يسجل عليهم كلامهم. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تسجل الأقوال كل اللي يصدر من الإنسان يسجل عليه. فلو تذكروا هذا قللوا من الكلام إلا في طاعة الله عز وجل. نعم. يكفي. وأيضا مما يتعلق بقوله قل ورعهم وتكلموا، اللي يتكلمون في الأحكام الشرعية والفتوى بدون تثبت بدون روية، هذا من قلة الورع. لو كانوا عندهم ورع ما تساهلوا في الفتوى والتحليل والتحريم، هذا من أشد ما يترتب على قلة الورع القول على الله بلا علم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن نكثر العلماء من بعض القراء أن يجوز أن يطلب العلم لديهم ويجمعون دروسا عربية العامة. كيف؟ هناك من يكثر العلماء من بعض القراء أن يجوز أن يطلب العلم لديهم وهم يجمعون دروسا عربية العامة. ما أظن إن شاء الله اللي مضمون دروس علمية في هذه البلاد إنهم يكفرون العلماء، هذه مجازفة في القول. ما أظن إن طالبة العلم والعلماء في هذه البلاد اللي مضمون دروس أو مضمون دورات علمية إنهم كما وصفهم السائل إنهم يكفرون العلماء. إذن وش الفائدة؟ صاروا يكفرون العلماء، من أين يعلمون الناس؟ من أين يدرسون الناس؟ نعم. مسألة القراءة في الكتب اللي فيها خلاف، هذه ما يقرأ فيها إلا المتمكن في العلم الذي يعرف القول الصحيح من القول الخطأ، أما المبتدئ فلا يقرأ في هذه الكتب، وإنما يقرأ في الكتب المختصرة التي تمشي على قول واحد وليس فيها خلاف، حتى يتأصل عنده العلم ويكون عنده محصول، ثم بعد ذلك يتدرج إلى كتب الخلاف بعد ما يكون عنده حصيلة من العلم. أما إنه يجي مبتدئ ويقرأ في كتب الخلاف هذا يضيع بين الخلاف ويتحير ولا يدري أين يذهب. نعم. ما قال هذا أحد من المسلمين إن معنى استوى جلس؟ من يقول هذا؟ نحن ما نقول إلا ما جاء في القرآن والسنة. استوى على العرش، نقول استوى على العرش. كيف استوى؟ نقول الله أعلم، لا يعلم كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالى. فنحن نثبت الاستواء ونعلم أن معناه العلو على العرش، معناه العلو على العرش، لكن كيف استوى نقول ما ندري، الكيف مجهول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة عن الكيفية. نعم. الله يقول: من رد على أهل البدع والأهواء هو داخل في الحديث. أي حديث؟ الرد على أهل الخطأ والضلال والأهواء هذا من أفضل القربات، وهو من تصحيح العلم ورد الباطل، لكن لا يقوم بهذا إلا عالم متمكن. أما المبتدي وأما المتوسط من طلبة العلم فلا يصلح أنهم يدخلون في الرد، لأنهم قد يسيئون أكثر مما يحسنون. نعم. الردود لا يتولاها إلا أهل العلم. نعم. أن ما ضيعنا الآن إلا الردود التي كثرت تصدر من أناس ليسوا أهل العلم. لو أن هذا صادر عن أهل العلم لكانت هذه الردود مفيدة وعلمية. نعم.
نعم. يا رب الله السائل يقول من يتذكر مع طلبة العلم ويبادلهم بعلم قول ابن عباس هل من يتذكر العلم مع طلبة العلم ويبادلهم بعلم داخل قول ابن عباس يتناول فيه مذاكرة العلم وتدارس العلم هذا طيب وهذا ما يسمى مجادلة هذا يسمى مدارسة المجادلة بالباطل وجادلوا بالباطل هذه المجادلة المذمومة المجادلة التي تكون بالباطل أما المذاكرة والمدارسة وطلب التوصل إلى فهم المسائل هذا شيء طيب نعم السلام الله عليكم فضيلة الشيخ لا تكسر تعلم وأتلقى عن العلماء من ذلك فلم أبدا بالعمل مثل الدروس والمحاضرات فلم يجح انتظر زيادة في العلم وأنا متخرج من الجامعة قبل 10 سنوات هل تعني هذا صحيح؟ نعم كونك تنتظر حتى تتزود بالعلم هذا شيء طيب ولكن ما دام انك متخرج من الجامعة ومررت بمراحل الدراسة ودرست المقررات فالذي يظهر أنه صار عندك حصيلة من العلم إن شاء الله تدعو وتعظ بقدر ما تعرف واللي يشكل عليك اللي يشكل عليك لا تدخل فيه أما الشيء الذي تعرفه تتثبت منه فقل به وانفع الناس به نعم أتابكم الله سائل يقول ما حكم الوقف حيث تغلب القبيلة أرضها فلا تباع أن تدعوين سائر أرض القبيلة القبيلة أرضها يعني مملوك الشركاء إذا ناس من الشركاء أوقفوا شيئا يملكونه لا بأس بذلك أما القبيلة كلها ما القبيلة ما يتصور أن القبيلة تشترك في ملكية شيء لكن أفراد أو أسرة يشتركون نعم نعم أبو الله هل تسمع صلاة العشاء مع المغرب في رمضان في حالة وجود المطر كيف تصلي التراويح؟ هم جاءوا ما دام جاءوا لصلاة التراويح هو المقصود من الجمع توفير الخروج عليهم مرتين فما داموا جاءوا ويصلون التراويح فإنهم يصلون التراويح لكن صحيح أنهم بيصير نعم لا مانع من صلاة من الجمع لا مانع من الجمع من أجل المطر يصلون بعدها التراويح ويصير الخروج مرة واحدة للصلاتين وللتراويح لا مانع من ذلك لكن تكون التراويح بعد صلاة العشاء يصلون المغرب يجمعون معها العشاء ثم يصلون التراويح نعم لأن الجمع رخصة في مثل هذه الحال نعم السلام عليكم الله أنا دائما أن الراتب بعد الصلاة أو لا إذا كان هناك محاضرة أو درس أو مسابقة لفريق مكان ما تبعه من البعض إن دخل المسجد يصلي ركعتين لا يجلس حتى يصلي ركعتين الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل وهو يخطب أمره أن يقوم فيصلي ركعتين يصلي ركعتين لكن يخفف الركعتين حتى يتمكن من استماع الدرس أو استماع الخطبة أما أنه يجلس بدون صلاة ركعتين فلا إلا إذا كان وقت نهي مثل بعد العصر بعد الفجر هذا وقت نهي ما يصلي تحية مسجد ولا غيره يجلس أما إذا كان الوقت ما هو وقت نهي يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد ثم يجلس نعم الشيخ الله بعد الصلاة نعم الله بعد الصلاة أولى إيش يقول من أداء السنة بعد الصلاة أولى إذا كان هناك محاضرة أو درس أو مسابقة لحج المكان الراتبة ما يفوت وقتها يستمع للدرس أو المحاضرة أو الموعظة، أي إذا فرغ يقوم يصلي الراتب، ما يفوت وقته. نعم. السلام عليكم.
كان لديه أراضي جدا ولم يكن يزكي عنها ما لم بعد 3 سنوات باعها، فكيف يزكي عنها؟ إذا كان ناوي هذا للبيع مدة هذه السنوات الزكاة واجبة فيها كل سنة، فيقومها كل سنة بما تساوي، يقومها السنة الأولى كم تساوي، السنة الثانية كم تساوي، السنة الثالثة كم تساوي، ثم يجمل ما يجب في السنوات ويخرجه دفعة واحدة. نعم. تبارك الله. رجل أوصى بثلث ماله يصرف في أعمال البر، هل يجوز لوصيه أن يتجر بالثلث ويصرف منه في أعمال الخير، أم أنه يجب عليه أن يصرفه مباشرة وأن يكون فيه زكاة إذا جاز الاتجار به التمييز؟ أما الزكاة فليس فيه زكاة، لأن مصرفه مصرف الزكاة أعمال البر، وأما أنه يبيع به ويشتري به كذا هذا يراجع القاضي، يعرض عليه الوثيقة ويسأله عما يحتاج إليه. نعم. تبارك الله. شخص نام عن صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب، ودخل المسجد والناس يصلون المغرب، فماذا عليه؟ عليه أن يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب، سواء أدرك الجماعة في المغرب أو فاتت عليه صلاة المغرب، يصليها بعد العصر. نعم، يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب، لازم من الترتيب. نعم. هذا سائل يقول سمعت في بعض القنوات فضائية الشيخ يقول أن ابن تيمية من المتشددين، يعني وهو من المتساهلين. أي نعم، إذا قال ابن تيمية من المتشددين نقول أنت من المتساهلين. سبحان الله، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية المعروف بالجهاد والاعتدال ونصرة السنة وقمع البدعة يتنقص؟ هذا من الانتكاس والعياذ بالله. وكما قال المعري يقول إذا عير قسا، إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باطل، إلى أن قال فيا موت زر إن الحياة رخيصة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. فإذا تنقص أهل الرذالة وأهل السفالة، تنقصوا أهل العلم وتنقصوا الأكابر من المسلمين، فهذه علامة النقص، علامة الرداءة، وعلامة الانحطاط. نعم. يعني يجي واحد يعير حاتم بأنه بخيل، واللي يعيره مادر أبخل الناس، ولا يجي واحد ما يحسن الكلام ويعير باطل، يعير قس بن ساعدة الخطيب المشهور المطور، وباقل هذا ما يستطيع يتكلم ويعير باقل، يقول انه عنده فهاهة. هذا من علامات النقص، ان الناقص يعير الفاضل. و اظن البحتري او ابو تمام يقول اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني فاضل. فهذا يفيد ابن تيمية فضل، تعيير هذا السفيه يفيد ابن تيمية الفضل. نعم. أحسن الله إليكم. إذا دخل المصلى في صلاة الاستسقاء أو العيد هل يصلي ركعتين في المسجد؟ لا، مصلى العيد ليس، لا يأخذ أحكام المسجد، ليس له تحريم. وهذا من ناحية. الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، فلا يصلى إلا صلاة العيد في مصلى العيد. نعم. دعوكم الله. من صام صيام نافلة ثم نسي وشرب ماء هل يتم صومه أو يفطر؟ لا، إذا نسي سواء نافلة أو فريضة، إذا نسي وشرب أو أكل
فصيامه صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، إنما أطعمه الله سقاه. نعم. يخير إن كان ما تشق على أحد ولا تشوش على أحد فأنت تقرأ جهرا، وإن كان تشوش على من بجانبه أقرأ سرا. نعم. السلام عليكم، هل ورد النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى؟ نعم ورد النهي عن الاتكاء على اليد، ورد هذا. نعم. أسوار المسجد من المسجد، ما يحوش جدار المسجد فهو من المسجد ولا يجوز البيع فيه، لما يباع خارج المسجد، خارج جدار المسجد. نعم، خارج سور المسجد. نعم. أحسن الله عليكم. امرأة تسكن مع حكم زوجها قطاع على السن، وتقوم هذه المرأة تصرف في مال هذه العجوز التي لا تعيش شيئا في كبر سنها بالصدقة والإقراء مع علم الزوج بذلك، هل عليها شيء؟ لا يجوز لها ولا للزوج تصرف في مالها وهي حية إلا بإذنها، وإذا كانت ما عندها فكر ولا تعقل يراجع القاضي ليوكل وكيلا يحفظ مالها وينميه بما يصلحه، فلا يتصرف إلا من عند القاضي، يوكل وكيل يحفظ هذا المال وينميه بما يصلحه وما يفيده. نعم. ولا يتصدق منه، لكن يخرج منه الزكاة فقط، يخرج الزكاة الواجبة. نعم. امرأة أكملت مناسك عمرها مع التقصير الذي تساهلت فيه وأجلته إلى بعد صلاة التراويح، وبعد الصلاة نفذت القفازين قبل أن تقصر، ثم تركت التقصير إلى مدينتها قصرت هناك فساء. نعم، إذا كانت لبست القفازين وهي تعلم أنها ما بعد قصرت كن عليها فدية، وخير بين ثلاثة أمور: إما ذبح شاة في مكة، أو إطعام ستة مساكين في مكة، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان. أما إذا كانت لبست القفازين ناسية ولما تذكرت خلعتهما فليس عليها شيء. نعم. ما حكم الحلف على القرآن كاذبا مع العلم أنه يحلف على القرآن سورة؟ لا يحلف على القرآن، هذه عادة سيئة، القرآن لا يتخذ للحلف، يحلف الإنسان بدون القرآن ويصدق في حلفه، ما يحلف كاذبا. ولا أما القرآن فليس هو، فلا يستعمل في اليمين، ولم يقل هذا فيما أعلم أحد من أهل العلم أنه يحلف على القرآن، وإنما هذه عادة العوام. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.